بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ شغل اوبر او شغل النقل الذكي خرج عن السيطرة نهائيا. النهاردة جايب لكم موقف حصل مع كابتن، ان هو عميلة ركبت معاه والحساب طلع زيادة، فالعميلة قالت له لا ده انا مش هديك فلوس، مش عارف ايه، انا ماليش دعوة، انا هوديك الاسم. وفعلا خدته وديته الاسم، والكابتن دخل الاسم، راح في الاسم قالوا لها ادي له حقه، ده ملوش ذنب في اي حاجة، وطلعت من الاسم وعملت له الليلة والراجل صورها ومش عارف ايه، وبعد كده راح الشركة. تعالوا بقى ايه نشوف الموقف بقى ايه وبعد كده نتكلم عنه. بص كده، لو سمحتي هنهي لك الرحله، هتطلع لك الثمن اللي بتاع الرحله، تديني فلوسي بس مش اكتر، انا لا عايز اكتر ولا اقل. انت جبتيني الاسم اهو، جينا الاسم، في الاسم رفضوا يعملوا لك محضر. ليه؟ لان هم عارفين ايه؟ يعني انت فاكرني مجرمه ولا سرقه؟ يعملوا لك محضر ضدي يا ستي، ضدي يا ستي، يعني اتكلم باسلوب مؤثر يا ستي. انا عمري ما دخلت انسان، ما انت اللي طلبتي تخش الاسم مش انا. ايوه عشان حقي وحقك. حلو، حقي انا 242. ده انا ازاي طلعت حلو. كده؟ ما هو الرحله هتنتهي اهي، هنهيها من عندي، مضل عليك كام؟ 242، تديني ال 242 بس. بقول لحضرتك انا تقول لي ما بتركبوش اوبر، ما عندهمش عربيات، مش عارفه ما انت ما تركبيش. حلو حلو، احنا وقفنا في زحمه يا ستي، وما مشيتش بيكي كيلو متر زياده، الرحله زادت ثمنها، انا ذنبي ايه بقى بينك وبين الشركه؟ ده شيء ما يخصنيش انا. انت جاي مشوار الاسم ده كام بفلوس؟ بس ايه طبعا عشان انت عايز تروح الاسم اخدت كده. انا دلوقتي يا ستي عايز فلوس. جيت معاكي حد الاسم؟ ايه بقى منكم، انت تبع اول ولا تبع تاني؟ انا مالي؟ اه ده يفرق معاك على الاسم ولا ايه؟ ما انت اللي طلبتي تروحي الاسم، انا جيت معاكي حد الاسم، اعمل ايه تاني؟ طيب انا عايز فلوسي يا فندم. بعد الموقف ده بيوم الكابتن راح الشركه وقال لهم انت ما رجعتوليش فلوسي، والعميله عملت وعملت، ووراهم التصوير اللي هو صوره للعميله، وقال لهم انا ماليش ذنب والكلام ده كله، وعاوز اقابل المدير وحتى هو صور من داخل مقر اوبر وكده، ان هو بيقول لهم عاوز المدير وكده، وقعد معاهم وقال لهم انا ماليش ذنب والكلام ده، وريهم وهو مصور العميله قدام الاسم، بيقول لي العساكر في الاسم عاوزين لهم فلوس عشان يدوله الكابتن. يعني شوف وصلنا لايه. فالفكره كلها ان الشغلانه خلاص زي ما قالوا كده خرجت عن السيطره، الموضوع باص خالص، يعني الناس مش عارف انا بيحسسونا ان احنا بنسرقهم او كده. الفكره كلها ان ده ابلكيشن هو الفيصل بيني وبينك، هو اللي بيحدد السعر، هو بيحدد كل حاجه، انا ذنبي ايه؟ فالكابتن برضك بيقول الكلام ده، ان بص انا مش عارف اعمل ايه. فالموضوع بجد بجد خرج عن السيطره، وده الفويس بتاع الكابتن. اسمعوا الفويس بتاع الكابتن كده. المشكله هي ان انا خدت ريكويست من الدقي ورحنا اكتوبر، وطريق الواحات والطريق كان زحمه، والاستاذه ما كانتش محتاجه تمشي من عند صفت اللبن تقريبا نحو صفت، عامل لها مشكله، وهي مشيتني وخلصنا الرحله وتمام. جت الرحله طلع لها مبلغ 130 جنيه تقريبا او 135، قبل ما وصلنا وخلصنا الرحله والزحمه وطريق المسار و و و و الرحله وصلت 240 جنيه. انا معاها، هي كانت وقت ثروه كمان 1/6 تقريبا. قلت لها دلوقتي انا ما عنديش اي، ماليش دعوه بالموضوع ده، انت بينكم من الشركه ادفعيهم، لان هم كده كده هياخدوهم مني وما بيحلوش معايا حاجه تخص فلوس. قالت لي لا انا ماليش دعوه، اتصرف انت. قلت لها انا مش بتصرف، دي حاجات بدخلها اولادها النادي، وقالت لي يلا نروح الاسم. قلت لها بس انت جيتي لي في الجرح، انا عايز اعمل حاجه زي كده من بدري، تعالي يلا نروح الاسم. المهم محتاجين نرجع الرحله تاني، ما كنتش يعني ما كنتش خلصت يعني، اديتها تقييم كده، فعشان مش هروح الاسم على حسابي. قلت لها يلا بينا، خدتها ورحنا اسم اكتوبر ثالث. طبعا انا صورتها، دي كانت القصه، انا تعبت. دخلنا الاسم، الامين مش عايز يدخلها، قال لها اديله فلوسه، قالت له لا خلاص مش طايق بره. المناهده في الفيديو موجود كل دوت، مناهده شمال يمين مفيش. اللي خلاني مشيت ان العساكر كانوا هيلموا لها فلوس، وهي مش محتاجه، هي لو شخص محتاجه ومعهوش صدقني انا ما كنتش هاخد منها حاجه، وكنت هديها فلوس كمان لو هي معهاش الا هي. بس اللي مضايقني ان هي شافت عساكر طحنين نفسهم في الشمس واقفين قدام الاسم، قالوا لي انت مالكش ذنب، احنا هنلمهم من بعد ونديك فلوسك ونشوف هي هتدفع كام. قلت لهم انا مش عايز حاجه، السلام عليكم، وانا هتصرف انا بمعرفتي. انا صورتها وقلت اروح الشركه بقى هعرف اتعامل، خلاص مستني، انا مش عايز اشتغل اوبر تاني. زمان الاوبر بقت زي الزفت، واحد من السبتيه حاطط لي طنابير حديد الواحده تزن 70 كيلو، تقول لهم هيبهدل لي العربيه، اقول لك مالناش دعوه. زبونه زي ديت نزلت لي التقييم بسبب شكوتها وما دفعتش فلوس. خدت بعدي رحت الشركه، عملت الفيلم اللي المفروض يتعمل، وانا بنصح اي كابتن، اي كابتن خش العميل، انت ليك حق خده، خايف من البلوك اعمل زي ما انا قلت كده للموظف، والله انا حكيت في العميل واحطه في الشنطه واخد بعدي على الله، هتعمل لي بلوك هروح اشتري اكونت 300 400 جنيه وهشتغل، وهيقابلني نفس القصه، هروح اعمل نفس الموضوع وضرب العميل واخد حقي، لان هو خلاص الموضوع في اوبر خرج عن السيطره، اسعار زي الزفت، الزباين بقت بتسترخص، يعني انا بتهيألي دلوقتي اوبر بقت ارخص من اي شركه ثانيه، والموضوع بقى يعني بتحط من جيبك، والعميل يقعد حاطط رجل على رجل عايز تكييف عشان خاطر انت ماشيله 2 كيلو عشان مشوار هو 900 متر. هو ده الموقف من الاول للاخر اللي حصل مع الكابتن. الفكره كلها ان اوبر بتعوضك في الاول لو انت مثلا اشتكيت ان العميل ما ادكش فلوس، بعد كده بيقول لك احنا عوضناك قبل كده ومش هنقدر نعوضك تاني. فالفكره كلها الموضوع بقى رخم قوي، والموضوع بقى رزل قوي، احنا مش فاهمين او مش عارفين نعمل ايه، الموضوع بقى صعب جدا. فلو حد حصل معاه موقف زي كده ابعته لنا، ولو حد يعني حصل معاه مشكله ما تحاولش تتخانق مع اللي قدامك، مش عارف ايه. الكابتن ده بصراحه قلبه جامد، قال له تعال روح الاسم، تعال روح اي حته،
الموضوع صعب، لو في حد مش كويس، لو هي ليها واسطه او الكلام ده كله، كان هو اللي اتبهدل. فانا من وجهه نظري خلاص يا عم، يلا العميل يغور في داهيه، مش مشكله يقبل الفلوس دي، مش مشكله، ابعت للشركه، بس الشركه في الاول مره تبعت لك، بعد كده ما تبعتلكش. انا بجد بجد ما عنديش كلام اقوله غير ان بجد الموضوع في شركات النقل الذكي خرج عن السيطره بجد. الموضوع بقى صعب جدا، وربنا يعين الكباتن على اللي هم فيه وربنا يسترها. احنا مش عارفين نعمل ايه، طيب ده ننقي العملاء ولا نعمل ايه، ولا ندور على الناس، ولا اي عميل يجي يركب نشوف الفيش والتشبيه او كده. انت حاول لما يكون في عميل معاك بصراحه ومشوار بعيد ولا حاجه، بص على تقييمه. تقييمه لو كويس هيبقى الراجل ده كويس والدنيا زي الفل، بس ما يبقاش خمسة. خمسة ده يعني لسه جديد. تقييمه مثلا 4.8/10، 4.7/10، ده الى حد ما معقول. لكن 3 و3.5 يبقى ده عامل مشاكل مع الناس كلها. والشركه برضك بتبص زي ما قلنا قبل كده لتقييم العميل وتقييمك. فربنا يعيننا وربنا يخلصنا من الشغلانه دي على خير. الموضوع بقى صعب جدا والموضوع خرج عن السيطره. واي حد عنده اي مشكله ابعتها لنا، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي وربنا يصلح حالنا جميعا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.